مكان مساحة مليون متر مربع يسع 2 مليون شخص يزور 20 مليون إنسان سنوياً. هذا المكان لا يغلق أبداً، مفتوح 24 ساعة من 4000 سنة. يا أهلاً وسهلاً، كيف ممكن للخدمات اللي تقدم في هذا المكان أن تسهل وتحسن من تجربة الزائر للكعبة المشرفة؟ الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المفسرين قالوا الطهارة ليس فقط طهارة معنوية ولكن أيضا طهارة مادية، لذلك حنبدأ بموضوع النظافة. كيف تنظف مساحة ضخمة بهذا الحجم وأعداد بالملايين قاعدة تيجي المكان، ومكان لا يغلق أبداً؟ يعني إحنا أغلب الأماكن حول العالم متى تنظف؟ لما يمشوا الزبائن. كيف يتم تنظيف مكان لا يغلق 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة؟ طبعاً كان لي الشرف الحمد لله بفضل من الله أنه أنظف المطاف مع عمال النظافة ومع المشرفين. أصلاً فينا روسا؟ لا لا، هنا هنا هنا، ما في زحلق. طب أنت ما في شراب؟ أنت زحلق؟ أنا دكتور هنا. أنت دكتور؟ ما شاء الله. حنبدأ قريبا تنظيف الساحة بإذن الله مع الفريق كله هنا. أهلا وسهلا. هلا هلا هلا. يلا أنا وراك وراك. يلا يلا يلا. أصلا ما تسعى فينا موية بس سوية كده. شوف صح؟ أيوه. أصلا موية فينا كده مصا سوية كده صار. لما دخلنا طبعا موضوع حتى التفاصيل، يعني كذا مرة واحد من العمال يصلح لي مسكة المكنسة لها طريقة، متى تمسك باليمين، وبعدين لما يحولوا تلاقيهم حولوا اليسار لليمين. الميلة حقة المساحة لما بمسحوا في ميلة معينة لازم يكونوا عليها علشان الموية لا تمشي على اليمين. هيا 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 مس فهمت النظام. انا ما اعرف الكاميرا بس انا فهمت النظام. لازم جري حبه حبه شوي 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 شوي. يا يحيى ما صبر يا مصا. يلا استعجله. انا تعبت في النص، يعني في النص تعبت شوي احيانا. يا مصا رياضة يا شاه. الجهد يعني هي تبان أنها تسلية ولكن جهد كبير بيقوموا فيه علشان يخلصوا في المدة المطلوبة. أحياناً بيجروا عشان يسرعوا لأن هم المساحات شغالة وراها السيارات. بس ما شاء الله رياضة. انتوا مزبوط، انتوا ما في تعب. ما شاء الله ما شاء الله. انا اتعب والله. تمام، جزاك الله خير. يعطيكم الف عافيه. جزاكم الله خير مره. شكرا. يلا بس انا شفت انت مره كويس. كويس الحمد لله. وانت مره ممتاز. انت مدير ممتاز. طيب خلصنا. شوفوا كم اخذ وقت كل الموضوع. اتنظفت المطاف كله، مساحه ضخمه، يوجد عشرات الالاف من الناس قاعدين يطوفوا، وتم الموضوع بسلام وبانسيابية. وخلال حتتحط على الشاشة دحين المدة 25 دقيقة، نص ساعة، 20 دقيقة، مدري. هذا الاهتمام علشان الناس لما تطوف تطوف في نظافة وفي طيب. الموية حاطين فيها موية ورد، وبالمناسبة بنظفوا بموية عضوية، ما هي كيميكلز أو كيماويات، ما تضر الجلد، ما تسبب حساسية للعين. فالكل دحين اللي قاعد يطوف قاعد يشم ريحة ماء ورد. أهلا وسهلا. ما في جزئية في الحرم إلا بتتنظف. أي مكان تتخيلوه في 1800 عامل نظافة، 40 سيارة كهربائية، 60 آلة لتنظيف الساحات، 2000 حاوية في داخل وخارج الحرم. الأرضيات بتتنظف، الأبواب، الأعمدة، المنارات، الأسقف، كل مكان بيتنظف. وفي مكان مرة مهم أنه يتنظف كمان، وهو
السجاد في الحرم مع التوسعة الجديدة فيه 40,000 سجادة، لو انفردوا كده وراء بعض أطول من المسافة بين مكة وجدة. كيف يتم تنظيف هذا السجاد والعناية به؟ مرحلة إزالة الغبار والنبش، تعرف لما الواحد ينفض كده السجادة، هذا نفط ولكن نفط آلي. مرحلة الغسيل، يتم غسل السجاد بالموية وبعدين بالصابون، وبعد الصابون يتم غسله مرة أخرى بالماء. مرحلة التجفيف، ماكينة مخصوصة لتجفيف السجاد. طلع لين آخر نقطة يعني كده خلصت. طبعا هذا التجفيف الأولي لما نفتح، أيوة هي كده في زر لازم ننام ما علينا. فهذا التجفيف الأولي. المرحلة الخامسة مرحلة النشر، يتم نشر السجاد في الهواء الطلق علشان ينشف بالكامل ويذهب للمستودعات. وقبل عملية التخزين يتم عملية كنس علشان لو في غبار في نمش باقي يخلصوا عليه. بعدين مرحلة التخزين، هذا المستودع يسع 15,000 سجادة تغلف جاهزة للذهاب للحرم عند الحاجة. بعد تنظيف السجاد في عملية التعطير، يتم تعطير كل سجاد الحرم بماء الورد، وهذه عملية تتم بشكل يومي. في ربط واضح جدا وثيق بين الرائحة والخشوع، يعني انت لما تيجي تسجد وتشم رائحة ماء الورد في السجاد، هذا الربط يساعد في موضوع الروحانية. الله يكرمكم، حتى يعني موجود أحيانا بعض المساجد الغير معتنى فيها، كلنا نعرف لما الواحد يسجد وفي ريحة يعني شيء مخمج أو ريحة شراب أو صح؟ هل هذه بتساعد على الخشوع وانت في نص السجود وقاعد تشم روائح؟ لا. وهذه واحدة من الأهداف الرئيسية لكل شيء بيصير في الحرم، أنه يساعد الزائر أنه يصل إلى الهدف اللي هو جاي له. حتى الهواء، مو بس السجاد، حتى الهواء يعطر بالبخور، الكسوة تعطر، حجر الأسود يعطر، كل مكان يعطر. واحدة من أهم الخدمات اللي تقدم في الحرم موضوع الحمامات لخدمة كل هذه الأفواج الضخمة. يعني تخيلوا في الحرم مع التوسعة في 13,000 حمام تنظف 4 مرات في اليوم، وأغلب هذه الحمامات تحت الأرض. كل الحمامات مجهزة بمراوح، بعلامات المخارج الطوارئ، بالناموسية، والآن أضافوا الجهاز ده. إيش بيسوي؟ بيضخ مادة عبارة عن بكتيريا نافعة تتغذى على البكتيريا الضارة المسببة للروائح الكريهة، فتطلع ريحة عطرة للناس. زمزم طبعاً البئر قديم ومن زمان، ولكن إدارة الموضوع كيف تديره بشكل يلبي احتياج ملايين الزائرين يومياً. ما في مكان في الحرم بالمساحة الضخمة دي إلا وتقدر تلاقي بيسر وسهولة الحافظات حقت زمزم. 25,000 حافظة ويتم إعادة تعبئتها بشكل يومي وتنظيفها بشكل يومي، يعني مشروع ضخم. وهذا أيضاً قد يكون والله أعلم واحدة من أكبر سقي الماء في العالم ككمية الأعداد الهائلة اللي قاعدة تشرب يومياً. الحفاظ على سلامة الماء، بياخذوا كل يوم عينات عشوائية من الماء تذهب إلى المختبر للتأكد من سلامة الموضوع، أنه ما في أي مشاكل في الآلية بالكامل. أيضاً خدمة جميلة جربتها، بيوفروا حتى للطائفين مياه زمزم. وبالمناسبة في عمال متخصصين، حتلاقيهم زي اللي لابسهم الآن، شايفين هذا اللبس اللي هو البيج، لونه بيج، هذول عمال متخصصين فقط لسقيا زمزم. أهلا وسهلا، إيش الاسم؟ جميل سيف. جميل؟ الله يجمل أيامك يا رب، تقبل الله. شراب مبارك إن شاء الله. حياك. تقبل الله. شراب مبارك تقبل الله. أهلا وسهلا. إيش اسم؟ نام كيا هي؟ أنايا. أنايا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمان ولا خلاص؟ بس نطلع بدعوة. إن شاء الله. أدعي لنا دعوة لله.
اهلا وسهلا. الله يخليك. هلا كيف عرفتي انا متخفي؟ انا مغطي من عيوني يا شيخ. تقبل الله منا. شراب مبارك ادعي لنا. ايش اسم؟ محمد. محمد باكستان بنغلاديش ما شاء الله. طبعا بنغلاديش ثالث او رابع دولة اسلامية من حيث العدد، 150 مليون مسلم من بنغلاديش. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. لاهور 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 ما شاء الله. تحياتي. هذا جمال الحرم، كل الجنسيات. اللي يبغى يتخيل فين بئر زمزم، هو تقريبا ورايا بين مقام إبراهيم والحجر الأسود على بعد 21 متر من الكعبة، عمقه 30 متر، له تحت منبعين، منبع من الصفا والمروة ومنبع من الكعبة. الفائض عن احتياج الزوار من ماء زمزم يذهب عن طريق أنابيب تحت الأرض إلى مجمع الملك عبد الله لسقيا زمزم على بعد 4 كيلومتر تقريبا من الحرم. هذا المجمع كله مؤتمت، كله أوتوماتيك، وشوفوا آلية العمل فيه. أول خطوة تبدأ بالأنبوبة البلاستيكية دي، تتحط في خط الإنتاج. الأنبوبة الصغيرة تتحول إلى الجالونات دي في مقاسين، هذا 5 لتر وفي 10 لتر. الماكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج قارورة كل ثانية. هذه مرحلة وضع الاستيكرات على القوارير، كله بشكل أوتوماتيك. مرحلة التغسيل، القارورة بتتغسل أول. ومرحلة التغطية أيضاً تتم أوتوماتيكياً. هذه الطبالي بتتغلف وتيجي إلى المستودع عن طريق جسور أوتوماتيكياً. هذا المستودع كم تتوقع يسع؟ 100,000 قارورة؟ 500,000؟ مليون؟ يسع هذا المستودع ما شاء الله تبارك الله إلى 1,700,000 قارورة من سعة 10 لتر، كلها تخزن وبعدين طبعاً. ليه الموضوع ده مهم؟ اللي يفتكر كان زمان النظام كان ما كان في نظام أصلاً، فترة ما قبل المصنع كلا عشوائية، ناس تستغل الحجاج، أحياناً ممكن الواحد ما هو متأكد الموية هذه مغشوشة حاطين عليها موية تانية ولا لا. تم تنظيمها وحصرها وترتيبها وعلاجها من أجل الزائر يحصل على عبوة هو الحمد لله يكون ضامن أنها عليها مراقبة وصحية وما تأذيه، بالنظام جميل وآلي ومنظم. هل هذه النهاية؟ لا، في أفكار مرة كثير قادمة للمستقبل للمجمع لتحسينه، فيستمر التحسين. خدمة جميلة، في خدمات يعني الحقيقة واحدة من الأمور اللي استفدتها يعني إنه في خدمات كثير ترى الواحد ما يعرف عنها، كان يعني ما عرفناها إلا لما بدأنا نسأل هنا. خدمة جميلة اسمها المقرأة، تعرفوا خدمة المقرأة؟ تخيلوا تقدر تقرأ على شيخ مجاز من أي مكان في العالم من بيتك مع هذه الخدمة، موفرة مجاناً 24 ساعة في اليوم، وتخيلوا كل القراء هنا مجازين بالعشر قراءات، يعني تقدر تقرأ عليه بقراءة ورش أو حفص أو حمزة، أي قراءة تبغاها. أكثر من 180 دولة أو جنسية استفادت من المقرأة، صار لها 3 سنوات مفتوحة، وأكثر من 500,000 موعد. تخيلوا شيء جميل الحقيقة. ما شاء الله عبد الرحمن، عبد الرحمن من السويد. بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر، بيراجع مع القاعدة. وضح الحال. جيد ما شاء الله، جميل. عمره يمكن 7 سنين في السويد من بيته. عدني للتي، فكرة جدا. الخلاصة خدمة المقرأة
وهذه ترى خدمة لا نستهين فيها. يمكن إحنا في العالم العربي لأنه موجود يعني ممكن الواحد يروح على أي مسجد سهل جدا الواحد يلاقي إمام يقرأ عليه يعلم أطفاله، ولكن خدمة رائعة للبلاد الأخرى البعيدة اللي يمكن في مدن ما في أحد أصلا يعلم أولادهم القرآن، فيقدروا يستفيدوا ويتعلموا ويتعلموا على يد شيخ في الحرم. حبينا نسوي شيء كذا مختلف ونفاجئ بعض الزوار ويكون لهم يد في نسج الكسوة حقت السنة القادمة. تحب تنسج كسوة الكعبة السنة الجاية؟ يا ريت والله. إيش رأيك؟ والله يا ريت. السلام عليكم، كيف حالك؟ تعالي. إيش أخبارك؟ كويس. أمورك تمام؟ الله يخليك. نحن أسعد. مين معك؟ أنا طلع وقف. ها؟ طلع وقف. طلعه وقف؟ إزاي يعني؟ وقف لله. يعني أنت هتروح جارية. هتروح تجر أحد كده؟ لا لا لا، هدي للمكتب. واحد صاحب واحد زميلي عايز يطلعه لوالدته. أوكي. فعاوز. جميل، فاشترى ده ويبغى يهدي للحرم. جميل ما شاء الله، الله يبارك لكم. دخلي. تحب يكون لك يد في نسج الكسوة للسنة الجاية؟ حاجة جميلة. تروحوا الآن للمصنع حق الكسوة وتشاركوا في الخياطة للكسوة اللي حتتحط السنة الجاية. ليه هذه شرف؟ لنا الشرف. سميت التمحي اسمه. حط أيدي يدي حلم. الحمد لله، كله نصيب، الله كاتب لك إياه. الحمد لله. مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، هنا يتم العمل على الكسوة سنويا. حييك الله يسلمك، ما شاء الله تبارك الله، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل. تحت ايه يسحب الابره دي فوق، ايه طلعها بس هي نزلها هنا، طبعا دفها من تحت الابره بيدك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هي هنا وراها بالضبط كده، تسحبها باليسار. ايه تسحبها باليسار تشدها، تقوم تجيب الملف هذا هنا. انتبه يدك، انتبه يدك، اسحب اليدك، تمام عليك. اشتغلت لوحدها هذه، خلاص عم حسن يعني. لا ما شاء الله تبارك الله. بسم الله حسبي الله. اللي بيشتغلوا هنا ما شاء الله بتدربوا عليها، كم بيجلسوا؟ اسحب لكم تقريبا 6 أشهر و9 و3 أشهر، هنا 9 أشهر. 9 أشهر بس يتدرب عليها؟ تدريب. ايوه خلاص، اخذ شهادة من هناك من المعهد، يجينا هنا، هنا تطبيق. تمام. إيه. فطبعا الاخ عبد الجليل هو سائق الليموزين اللي وصل الضيوف لهنا، فلما عرف اتحمس وقالوا لي انه دمع، فاضيف واحد الى قائمه اللي خيطه، صار عندنا عبد الجليل من الهند. الحمد لله. الحمد لله. الله لك الحمد. الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. يعطيك العافية. موفق إن شاء الله. الله يفتح عليك. سوي لنا دعاء. الله يجزاك بالخير. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ. شكرا. من ضمن الخدمات المقدمة أيضا خدمة صناديق حفظ الأمتعة. في أكثر من 2000 لوكر بكل الأحجام لخدمة الزوار، وكله ما شاء الله ميسر وأوتوماتيك. واحد بس يضغط في عربي وإنجليزي ديبوزيت يفتح اللوكر. طبعاً اللوكر فيه USB وفي شحن، وكله هذا أيضاً خدمات. يقفل هيقول له pay now ويأخذ كريدت كارد، كمان حيطلع لك البطاقة أو الكارت في كل البيانات حقتك، رقم اللوكر الآخري. خلصت تبغى مرة تانية بس حط الباركود يفتح لك تأخذ حاجاتك وانتهينا، كله بيسر وسهول. طبعا مكة جوها طبيعة حار، وفي الصيف حار جدا تصل درجات حرارة إلى 40-50 درجة مئوية، فأيضا
إثراء تجربة الزائر بأنه ما يتعرض يعني للحرارة الشديدة وهو جالس يصلي يعرق. فموضوع التبريد موضوع يعني مرة مهم. نظام التبريد طبعاً مساحات ضخمة، أعداد ضخمة، فجوا في الوحدات التبريد الداخلية حقت الحرم، بس هو لأنه شفت فالمفروض أنه أيوة أنا عجيب دي صح. ما علينا، لا سليمة سليمة حيجي يساعدني، تساعدني نحطه هذه هنا بس، هو 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 بس. أوكي تمام، بسم الله بسم الله. ادعي انت بس سوي دعاء او نجرب دي 20 مكنة. يلا تعال تعال. ايش بتسوي؟ حجر 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 بس حطه هنا. ايوه بس ايوه ايوه تمام. يا سلام عليك، هذا الهدف اصلا. مئات الوحدات تحت الأرض، وتحتنا لسه كمان في أنابيب حقت المويه الباردة لتبريد الحرم بالكامل علشان الزائر لما يجي يركز في المهم. طبعاً كل اللي راح الحرم لاحظ أنه البلاط حتى لما يكون في عز الظهر يكون بارد، ما هو حار، ما يلسع الرجل. السر هو في نوع هذا البلاط أو الرخام. هذا رخام جايبينه مخصوص من تاسوس، هذه منطقة في اليونان، جبل في اليونان، جايبين الرخام من هناك خصيصاً وتقطع. هذا ميزته أنه يعكس الضوء ويعكس الحرارة، ومو بس حرارة البلاط، اتجاه البلاط مدروس. هتلاحظوا أنه كل البلاط في الحرم متجه نحو الكعبة. ليه؟ علشان الآن مثلاً إحنا في المسعى، لو أدن يعرفوا فين يتجهوا حتى لو ما حد شايف الكعبة. وهذا صعب هندسياً، يعني شوفوا الميلة دي علشان يهندسوا البلاط بهذا الشكل. فهو قرار ليس بناء على الأسهل ولكن الأحسن. كل البلاط اللي في الحرم يتم تقسيمه إلى زونز أو مناطق تتم مراقبته من قبل مراقبين وبعدين معالجته. زي هنا دحين الأخ شعبان شغال على الترويب، أي مسام موجودة في الرخام يتم علاجها. فهذول من ايش؟ هذول اظن من الجزائر. رايك جزائر؟ خدمه جميله كمان ما كنت عارف عنها، تطبيق مقصد. مين يعرف تطبيق مقصد؟ التطبيق ده ياخذك لاي مكان في الحرم تبغاه. تمام ولا كويس؟ 100 100. تمام، فتضغط ابدا، تقدر تبحث عن اماكن محدده، وكمان يديك. فمثلا عندك خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، لو تبغى تعرف فين منطقة الصم والبكم، منطقة توزيع العربات، كل هذا يطلع لك. تبغى بوابة معينة. ثانيا في كذا لغة، فناخذ مثال دحين مثلا نروح على باب الملك فهد رقم 79. ميزته مو لازم تكون شابك على الانترنت، فهو بالجي بي اس شغال وزي جوجل مابس بالضبط. تضغط دقيقتين لباب الملك فهد، فلتسهيل تجربة الزائر ما يضيع وقته في أي شيء غير اللي هو جاي علشانه. وصلنا للباب هنا، باب الملك فهد 79. فأيضا خدمة مرة مهمة. النظام الصوتي، النظام الصوتي. نتكلم على واحد من أكبر الأنظمة الصوتية في العالم، عاملين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نسبة الخطأ 0%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف؟ 4 أنظمة صوتية، واحدة شغالة، لو واحدة خربت الثانية تشتغل فورا أوتوماتيكيا. علشان ليش؟ علشان لا ينقطع الصوت أبدا وقت الإمام لما يقرأ ولا المؤذن لما يقيم الصلاة. هذا ليش؟ علشان أيضا المصلين يركزوا ويخشعوا وما يتأثر خشوعهم. والإمام والصوت الجميل، مهما كان الإمام صوته جميل، إذا صوته مشوش أو تقطع
المصلين حيتشوشوا. فستة آلاف سماعة موجودة في كل مكان، أربعة أنظمة صوتية، وخمسين موظف شغلتهم فقط إدارة النظام الصوتي في الحرب. تخيلوا أنه 80% من المسلمين ليسوا عرباً. أكثر خمسة دول فيها مسلمين ليست دول عربية: أندونيسيا، باكستان، الهند، بنغلاديش، ونيجيريا، كلها ليست دول عربية. وبالتالي بما أنه الحرم المكي لكل المسلمين، فلخدمة هؤلاء المسلمين بكل لغاتهم تقدم مصاحف بخمسة وستين لغة مختلفة. حضرنا خطبة جمعة موضوعها مرة مهم، كانت بتتكلم عن العصبية والعنصرية. طيب تخيلوا لما يكون أغلب اللي موجودين في الحرم ما هم قادرين يفهموا الخطيب إيش بيقول، فقدموا لهم ترجمة فورية للخطبة، بحط سماعات بيشبكوها على الجوال ويقدروا يسمعوا الخطبة بلغتهم. atau adabul khilaf dengan menyalahi adab atau khilaful adab. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya dan agung dengan kebaikan akhlaknya. حتى يستفيدوا. وكمان فئة مرة مهمة أنها تفهم خطبة الجمعة وتستفيد منها، فئة الصم والبكم. في ناس مترجمين شغلتهم بس وقت خطبة الجمعة يوقف ويترجم للصم والبكم حتى يستفيدوا من الخطبة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إحنا أمة من أوائل الأمم اللي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمى، عبس وتولى. وقالوا سمعنا وأطعنا. موجود المصحف الشريف بلغة برايل علشان الكفيف يقدر يقرأ القرآن في الحرم المكي. ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الاهتمام بذوي الهمم من الأساسيات في الحرم، وفي خدمات مرة كثير من ضمنها العربة العادية، في أكثر من 10,000 عربة تقدم مجاناً. العربة الإلكترونية في 400 عربة وتقدم مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي العربة المستقبلية اللي هي الثنائية والثلاثية، هذه لم تطبق بعد ولكن إن شاء الله في المستقبل ستطبق. هذه العربة الثلاثية تخدم 3 أشخاص، تساعد المطوف أنه يخدم 3 أشخاص بدل شخص واحد، وطبعاً إلكترونية هو واقف بدل ما يمشي. هذه لسه ما تطبقت ولكن من ضمن الأفكار المستقبلية إن شاء الله. ففكرة تحسينات لا تنتهي، كل ما الواحد يحسب أنه وصل لمرحلة تيجي أفكار لمرحلة أخرى. المتطوعين، يا هلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ خير والله الحمد. عرفنا كيف بسوي؟ الحمد لله. باسل صالح، بعطيه متطوع في شباب مكة. شباب مكة؟ نعم. إيش بتسوي؟ خدمة كبار السن والمعاقين اللي يجون من كافة دول العالم نخدمهم. إحنا طواف وسعي لوجه الله تعالى، أنا ما نبغى إلا الدعاء منه. شيء جميل الحقيقة، ما في أحلى من كذا والله. من أحلى أعمال التطوع أظن أنك تطوف الناس حول الكعبة وفي المسعى. كم لكم ساعة بتطوع؟ أنا في عندنا 4 ورديات، كل وردية 6 ساعات. 24 ساعة؟ 24 ساعة طوال اليوم طول السنة. أوكي. دوامي أنا من 6:30 صباح ل 12:30 الظهر. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم. آمين. ويطرح رب لكم البركة في وقتكم وجهدكم. آمين يا رب، وإياكم الجميع إن شاء الله. السلام عليكم. أدعي. تطلع لك كذا بدعوة من حاجة من أندونيسيا ولا من ماليزيا، تطلع من القلب. هذول بيجوا ترى، بيجوا من يعني آلاف الأميال، وقلبهم يعني أو يعني الروحانية اللي فيهم غير إحنا اللي معتادين على الموضوع كل يوم بنزور. سبحان الله القلب يعتاد. دول جايين أول مرة يشوفوا الحرم، أول مرة يشوفوا الكعبة، ويمكن آخر مرة، يعني يمكن لن يأتي مرة أخرى. فهذه المشاعر وهذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لما واحد يتطوع ويخدمهم يحصل على دعوة، يعني شيء عجيب. الحمد لله، الله يبلغنا. فجزاهم الله خير شباب مكة والله من جد. بالمناسبة يعني على موضوع التطوع، إفطار الصائمين يمكن هذه أطول مائدة في العالم. 500,000 تمرة منزوعة النوى داخل الحرم، ونص مليون تمرة خارج الحرم. كثير من الناس اللي بيشتغلوا بيخدموا من المتطوعين، بيجوا بس علشان يبغوا يفطروا صائمين في الحرم، يريدوا الأجر ويجدوا متعة واعتزاز بهذه الخدمة اللي يقدموها للزائرين. سؤال مهم، هل معنى كل اللي غطيناه ده أنه لا يوجد أخطاء؟
لا طبعا هذا عمل ليس كامل لأنه الكمال لله وعمل بشري، فما في شك حيكون فيه أخطاء أحيانا بسبب خطأ فردي، أحيانا بسبب أمور تحصل ما هي متوقعة، هذا طبيعي. ولكن أي منصف لا يستطيع أن ينكر أنه التحسين في الحرم المكي هو عملية مستمرة كل سنة بعد سنة، يعني ما في سنة إلا وفي تحسين عن السنة اللي قبلها. برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج من 12 برنامج للرؤية، مئات المبادرات ومئات الجهات المتعاونة ستقدم تحسينات كبيرة جدا خلال السنوات القادمة، وهو ركن أساسي من أركان رؤية 2030. أولا شكر على كل ما بذل من جهود، ودعوة بالتوفيق لكل ما سيبذل من جهود للمستقبل. سيبنجا ملاني عندك هاجك خدمة فخرها نسون فياغ de vos services. It's an honor to serve you. خدمتكم افتخار ماس. نفخر بخدمتكم. خليها كده نربع بما انه خلصنا يعني. ايوه تمام. اوكي. الحمد لله مرة جدا استمتعت بالتجربة. كويس؟ تمام؟ ايوه نبغى احد يترجم اللي قاله دحين. Parlez vous français? Oui oui. نسينا الفرنسي. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed Oulari. Oh, très bien. ادينا كلمة اردو. راحت اللغة. الماكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج جالون. الماكينة سوي لك هيد ستاند كل الاماكن حقت الحرم، المراقبين شغالين اكثر من هقول اكثر من 24 ساعه، ما في اكثر من 24 ساعه في اليوم، هي 24 ساعه فقط. جاتهم عمليه الحين بالنسبه احكي ايش راحت الجزمه وراح التروكس احكي ايش اقول. يعطيك العافيه خلصنا باذن الله. اخذ المايك معي يعني؟ لا ده خلاص تمام. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه، موفقين، شاكرين كالعاده انكم بتسمحوا لنا انه ندخل بيوتكم وندردش معاكم ونديكم شويه يعني افكار وشويه طروحات. اتمنى تكون جيده. اي كلمه، اي معلومه، اي شيء كويس اتقال في الفيلم ده فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وببركاته، واي خطا صار احتمال نكون قلنا معلومة غلط أو قلنا شيء غلط فهو غير مقصود وهو مننا ومن خطأنا البشري والكمال لله. شكرا على المشاهدة، كل عام وانتم بخير، تحياتي، أهلا وسهلا. خلاص خلاص الحمد لله 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 تمام. شكرا.